كذاها سي ودي الجاري ومعاه المكتب الفيدرالي نتاعو قرار نشوفوه كانوا فيه ظلم ندرس في عقسي وكل عادة ثم قوانين تبدل من القجر وتطبق على جمعيات وجمعيات أخرى لا لابي خاصة تعرف معناتها احنا نلعبوا في الكاف معناتها خرج ثم استعجال معناتها باش يخرج القرار هذا خرجوا ليلة الماتش الحمد لله ما ترشحنا ربحنا وترشحنا للدور المجموعات وان شاء الله سياسيز ديما القديم سي المنصف فما شكون نشوف حتى في سيري متاع التعليلات متاع قرار الجمع انه كانوا دفع النجم الساحلي للوصول الى التاس وربما تربح لي 3 بوان في سفيقس وربما معناتها داخله في برنامجه اللي هو يحب عين فريق معين باش يتحصل على البطوله في الكواليس سي المنصف شنو ننتظروا من اجتماع الليله والله باش نشوفوا مع بعضنا ونشوفوا القرارات معناتها عندنا جميع الاطراف ونقرروا مع بعضنا باش نفرحوا بالانتصار قبل فوالا هو فيتي لا فيكتوار وترشح وبعد لكل حدث حديث الاكيد انه الغضب نتاع الجمهور ما ظهرش اليوم في التراه هذا مجهود بذلتوه انتم يصير دعونا للتهدئه عندنا اجتماع مبرمج مع السيد وزيرة الرياضه ومش نشوفوا عن ضوء الاجتماع هذا مش هو القرارات مش ناخذوهم ونعلموا جماهيرنا في الابان اجتماع مع وزاره الرياضه اين الاثنين ان شاء الله